تم انتهاء اليوم من الملتقى الإعلامي السابع للقيادة العامة شرطة الشارقة مع الشركاء الإعلاميين. الحمد لله نسبة العرض والحضور كان طيب، تم التعرض وطرح أكثر النقاط الإيجابية خلال هذا الملتقى الصحفي. كذلك نسبة شعور بالسعادة العام كان حوالي 97%، وهي من النسب الإيجابية في القيادة العامة لشرطة الشارقة. وأيضا تم التطرق إلى كثير من المواضيع الخاصة بالأمن والإدارات الثانية. في ختام ملتقى هذا طبعا نتوجه بالشكر لجميع الأخوة الإعلاميين المشاركين في هذا الملتقى لما لهم من دور إيجابي في المجتمع.